شايفه نفسك في الوقت ده فين؟ بتقولي له ايه؟ لانه يعني المؤلف عمرو محمود ياسين لا مؤلف قوي جدا وشخص ثبت نفسه على الساحه جدا، واصبح الان من الناس اللي بتنافس بقوه، فهو يشوف اخته ازاي؟ انا هقول لك حاجه، اتفضلي. انا هقول لك حاجه، عمرو برضو عنده نفس الغضاضه اتجاهي، لانه ما اقدرش اشتغل معاه طول الوقت علشان فكره اللي هو ايه، اصله هو بيجيب اخته، لا ما فيش الكلام ده. انا مش قادره اشوف، انا عايزه اشوف نفسي فين او اكون مكاني فين، لا انا مكاني في كتير جدا من الاعمال اللي بتعرض. بس عند في كونسبت هناقشه، يمكن هو ده ملوش علاقه بسؤالك بس هناقشه من خلال سؤالك، اتفضل. اللي هو ايه كونسبت ان الممثل اللي طلع في الاندنجز اوف 90s، نهايه التسعينات، ده ان ده ممثل كبير في السن، وان اللي حبايبي اللي طلعوا في 2010 و2011 دول اصغر مننا، which is not true. انا بدات عندي 17 سنه، اوكي؟ فيتخيلوا انه انا لا، ده انا ان انا في ناس طلعت بعديه بس هم من سني برضو، ان هم دول الاصغر. لا طبعا. فيحطوهم في ادوار على ان دول الصغيرين وان احنا الكبار. فيجي يقول لك ايه؟ لا ده رانيا كبيره على الدور ده بس شكلها صغير، بس لا وانا اجيب الايه؟ لان الناس عندها في دماغها ان هي دي الاصغر. لا يا حبيبي انت بتتكلم غلط. انت تجيب المناسب للدور. ايوه انت تجيب المناسب للدور، مش عشان رانيا بدات من زمان تبقى رانيا هي الكبيره. لا. وبعدين انا انت فعلا سمعتي ده يا مدام رانيا؟ سمعتي الراي ده؟ يعني سمعتي انت كنت مترشحه في عمل واتقال لا بلاش رانيا نجيب فلانه لا عشان اصغر؟ هي ابني مش وهي في سنك او ممكن تكون اكبر منك كمان؟ ممكن بس هي قد يعني هي قد او واخده بالك، بس هي اشتغلت بعدين، اشتغلت في 2010، فخلاص هم متخيلين انها صغيره، which is not true. بيعاملوها على ان هي في مرحله اصغر مني، which is not true. زي مين كده يا مدام رانيا؟ احنا مظلومين، احنا جيل على فكره، يعني عندنا في جيل كده احنا بدانا صغيرين قوي، واخده بالك؟ وجات المرحله اللي هي ما بعد الثوره والحاجات دي، والسوق اتغربل، كنا احنا يا دوب لسه بنشم نفس. مين؟ طب زي مين قد حضرتك وجي بعدك مثلا؟ زي مين؟ وضحي لي الفكره. لا مش هقدر اقول اسماء، معلش تعفيني، بس احنا جيلنا اللي طلع، بس انا بشوف حضرتك صغيره، يعني انت قد. لا ما انا صغيره، ما انا بقول لك بادئ، والله انا الشبوندو ده كان عندي 17 سنه. ايوه كنت خلاص ثانويه عامه. ايوه صح. وطالعه لسه طالعه للجامعه، انا كنت بذاكر اول سنه اولى جامعه واحنا بصور. ايوه انا كان يعني كنت صغيره وكنت بقعد اذاكر، بابايا كان رافض يخليني اشتغل في الفيلم. ليه تفتكري؟ اتفضل. عشان خايف ان انا يعني اسيب الجامعه بقى واركز في التمثيل. كان بيقول لي اتخرجي الاول بعدين اتكلم، قلت له انا هقعد استنى 4 سنين على ما اتكلم؟ لا انا عايز انفذ. فقال لي لو سقطتي السنه دي هعرف ان ده مقياس بالنسبه لي انك انت مش هتكملي كده، يعني كده بقى تاخدي لي كل سنه في سنتين مش هينفع، لو سقطتي السنه دي سيبي بقى التمثيل لحد ما تتخرجي. كنت بجيب الكتب واقعد اذاكر الامتحانات نص السنه، يعني كنت لسه يا دوب ما بقاليش شهرين في الجامعه. الله عليكي، استمتعنا بدخولك معانا. انا اقصد اقول لك انه اتفضلي، في فكر كده غريب بيسيطر على الحكايه، وفي افكار كتير غلط مغلوطه، بس خلاص هنعمل ايه؟ بس انا عندي شغل حاليا، انا عندي كذا حاجه بحضر لها، مسرح وتلفزيون، بس حتى المشاريع اللي بتحضريها دلوقتي مش بالضروره خالص تدخل، مش بالضروره خالص تتم في اسرع ما يمكن. طبعا بيبقى في دلوقتي طول الوقت قلقله، طول الوقت في يا المشروع يتم ما يتمش باسباب ما لكيش علاقه بيها. طبعا ما لكيش علاقه بيها. ادعوا لنا. لا انت تبقى فنانه الجميله رانيا محمود ياسين، ليكي بصمتك في قلوب الوطن العربي كله، ليكي طلتك اللي كلنا بنحبها، ليكي ارائك الجميله اللي انا بكلم حضرتك مجرد ما كتبتي بوست لازم اكلم حضرتك واقول لك اكيد بتاثري فينا بارائك دي. نورتيني وشرفتيني. انا ان كلامك الحلو ده. لا انت جميله جميله وبنت اصول وفعلا ممتازه على الشاشه وشاطره وموهوبه. نورتيني وشرفتيني. شكرا.